الراجل في اكتر من 6 مليون واحد بياخد مخدرات. آه. لا وممكن احسبها لك بطريقه تانية. في رقم يعني حصل اتقال قدامك بس انت عديته. في كام قضيه اتجار حصلت سنه 2007؟ مش فاكر الرقم تحديدا. كان ايه 40,000 بالظبط كده؟ 40,000. لا هم مش 40,000، هم 45,000. 45,000 سنه 2006 كان 44، 2007 45,000. فلو قلنا ان في 45,000 قضيه اتجار مش تعاطي، كويس، يعني اللي اتمسك 45,000، طب اللي ما اتمسكش قد ايه؟ هنقول اللي ما اتمسكش 45,000 زيهم؟ يعني يعني استاد القاهره النهارده مليان تجار. 90,000 بالظبط، يعني استاد القاهره مليان على اخره تجار مخدرات. كويس، لو كل تاجر من دول من 90,000 عنده 100 متعاطي، يبقى بنتكلم في 9 مليون متعاطي. مظبوط، 9 مليون متعاطي، كل متعاطي عايش وسط اسره من 5، يعني 45 مليون. يعني موضوعك النهارده بيمس نص الشعب المصري بطريقه مباشره، مش غير مباشره كمان. فموضوع ما ينفعش يتقفل، بالعكس لازم ندرسه اكتر، ولازم ناخد فيه قرارات اسرع. احنا عندنا مشكله، القرار عندنا بطيء، ودي ده سبب يعني بيأثر طبعا على الاعداد اللي بتزيد، وبيأثر على كميه المخدرات اللي بتدخل. يعني قرار بطيء في ايه لما بتقول كده يا عصام؟ بطيء في ايه؟ في مثلا اصل موضوع المخدرات ده ما تزعلش مني، يعني ما هوش كده في 24 ساعه هتقول ما فيش مخدرات. ده موضوع محتاج يمكن شهور وسنوات وعقود من الزمن علشان يبقى عندك مكافحه ويبقى عندك بعد استراتيجي في التعامل مع القضيه دي. كويس، لو احنا النهارده بنتكلم في سنه 2008، ومشكورا سياده المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اعلن من يوم 21/4 ان المدمن مريض يستحق العلاج وليس العقاب. متشكر جدا ان الكلام ده اتنفذ النهارده، بس الكلام ده كان المفروض يتنفذ من زمان. فبما انه اتقال النهارده، لا تعال ناخد خطوات ايجابيه بقى. يعني هو اوريدي متاخر جدا في ان احنا كنا نعلن حاجه زي دي. المدمن مريض مش مجرم يعني. يستحق العلاج وليس العقاب. كويس، بعد التصريح ده عايز قرارات شكلها ايه؟ ان نبتدي بقى نركز في ان يبقى في مراكز تاهيل اكتر، يبقى يعني نبتدي نشتغل بقى على ان نعالجه. يعني انت لما تاخد مدمن تدخله السجن هيخرج ايه؟ مجرم او تاجر. تاجر او مدمن ومجرم. فانت خسرته، او يعني بنسبه عاليه جدا خسرته، غير انك انت تاخده توديه مركز تاهيلي. واول كيس حصلت كانت في اسكندريه يوم 12/8/2004. كانت المستشار علي عرايس، انا ما اعرفوش الحقيقه، بس ده خبر انا شايله من ساعتها. كان الحقيقه في طالب اتقبض عليه بيتعاطى هيروين، وهو اداله حكم 6 شهور في مركز تاهيلي. وساعتها قال ان هو وضع روح القانون قبل نصوصه. وده من حقه. من حقه؟ من حقه. القانون بيديله الحريه دي. وحصل تعديل في القانون سنه 89. مهم بقى ناخد خطوات ايجابيه، نبتدي نشوف يا ترى عندنا مراكز تاهيل ولا لا. لو ما عندناش نبتدي نشتغل في مراكز تاهيل. يعني ما عندناش بالدرجه الكافيه. بالدرجه الكافيه ما عندناش، بس فيه. بس بالدرجه الكافيه ما عندناش فعلا. ما عندناش. بس فيه، والفتره الاخرانيه حصل طفره وطلع اكتر من مركز تاهيل. وعلى مستوى مش وحش، بالعكس مستوى كويس. وانا زرتهم بالفعل واحد واحد، وشفت في ناس الحمد لله. احنا كان في مصر عدد المتعافين قليل جدا، بالعكس ابتدى يزيد بشكل جميل جدا. طب انت بتقول انك مذاكر يا عصام عشان تكتب الروايه دي، ربع جرام، بقالك 3 سنين. يعني اصبحت النهارده خبير. سؤال مباشر، في علاج لادمان المخدرات ولا مفيش؟ طبعا في طبعا، مش في ده، في طبعا. سنه 89 كان في مصر 2 مدمنين متعافين قعدوا مع بعض في اجتماع. النهارده سنه 2008 في حوالي 3000 مدمن متعافي. في اجتماعات منتظمه ومبطلين وعايشين حياه سويه وبقوا ناس منتجين في المجتمع. ويعني في طبعا فين مشكلتنا في مصر في مساله التعامل مع قضيه المخدرات؟ مشكلتنا في انه في نقص في مراكز العلاج، ولا مشكلتنا في ان مفيش تربيه كافيه جوه البيت والمدرسه وما الى ذلك؟ مشكلتنا في بطاله الشباب؟ مشكلتنا في مكافحه تقليديه للموضوع اللي بياخد اشكال تانية دلوقتي في العالم؟ في اكيد طرق جديده خالص
وهي التأثير على الطلب أو تخويف المجتمع من الطلب. مشكلتنا فين؟ أول حاجة في التوعية، لازم الناس تفهم يعني إيه مخدرات الأول. الناس في مصر مش فاهمة يعني إيه مخدرات، ولما بتفهم مخدرات يعني لما بنيجي نقول دلوقتي مدمن، أول ما بنقول كلمة مدمن بتتخيل أنت بتتكلم على مدمن مخدرات. بس الحقيقة دي مش ده الكلام، ده مش سليم. أمال إيه؟ بقى في مدمن مخدرات وفي مدمن خمرة وفي مدمن قمار وفي مدمن أكل وفي مدمن، في أكتر من 50 نوع إدمان موجود علميا دلوقتي. طب أنت بتقول لي الناس مش فاهمة يعني إيه مخدرات. مش فاهمة يعني إيه مخدرات؟ المخدرات، مشكلة المخدرات إن المخدرات اللي بيحصل إن الناس بتستمتع بالمخدرات. ليه؟ لأن زي ما أنت بتقول بيبقى عندها يا إما فراغ، بيبقى عندها حب استطلاع، عايزة تجرب حاجة جديدة، بيبقى زي اللي بيحصل دلوقتي اللي هي صيدليات مفتوحة، فبيبقى عندهم فرصة قوي إن هم يجربوا حاجات جديدة. ومن هنا بقى بتبتدي المشكلة. الأسرة ما بتتعاملش مع الايه مع المتعاطي أو المدمن مظبوط. أولا لو جيت قلت للأم ابني بياخد مخدرات تقول لي ابني لا مستحيل، ابني ياخد مخدرات ازاي؟ مش ممكن، ابني كويس جدا. ولو عرفت انه بياخد مخدرات اول حاجه عايز تعملها انها تنكر انه بياخد مخدرات. ولو ما انكرتش هتروح تقول له اوعى تعمل كده تاني، وهيقول لها حاضر، فهتخش تنام. هو دي الحقيقه. وهي ما تخش تنام، هو يبتدي من اول وجديد يستخدم المخدرات. خلاص ما هي نامت بقى، يبتدي بقى نتعامل معاها مظبوط بقى.